بسم الله الرحمن الرحيم. سياس 111، مادة البايثون. أخذنا المرة الماضية الوايل ستيتمنت، مثلا إكس بتساوي 1 وايل الإكس أقل أو تساوي 10، برنت إكس بتساوي إكس. إذا الإكس بلشت معاي بالقيمة 1، إكس بتساوي 1، وايل الاكس اقل او تساوي 10. هل الاكس اقل او تساوي 10؟ نعم. برنت اكس بتساوي اكس. اذا ايش اول شيء طلع معي بالاوتبوت؟ اكس بتساوي قيمه الاكس اللي هي كم؟ 1. هذا الاوتبوت. لما بحكي لك اطبع لي الاوتبوت اللي هو بتتبع البرنامج وبتشوف شو القيم. اكس بلس ايكوال 1، بتشوف شو طبع لك يعني. هلا الاكس صارت 2، بالواي ما بطلع لسه، برجع هذا دوران، برجع بحكي هل لساتها الاكس اقل او تساوي 10؟ الاثنين اقل او تساوي 10. شو راح يطبع لي؟ اكس بتساوي 2. طبع لي اكس بتساوي 2. طبع لي اكس بتساوي 2. ماشي. بعدين هلا شو صارت الاكس؟ بلس 1، معناته صارت الاكس كم؟ 3. رجعنا بالدوران، هل الاكس اقل او تساوي 10؟ نعم. معناته شو راح يطبع لي؟ اكس بتساوي 3. رجعنا بالدوران، لا قبل ما نرجع بالدوران، بعد ما طبع شو صارت؟ 4، صح؟ رجعنا بالدوران، هل 4 اقل او يساوي 10؟ ترو. معناته شو طبع لنا؟ اكس بتساوي 4، صح؟ بعدين 5، بعدين 6، بعدين 7، بعدين 8، بعدين 9. عندي 9، طبع لي 9. هلا اكس بلس ايكوال 1 شو صارت؟ 10. رجعت بالدوران، هل الاكس اقل او تساوي 10؟ نعم، اقل او تساوي 10. معناته راح يجي هون يطبع لي اكس بتساوي 10. هلا اكس بلس ايكوال 1 شو صارت؟ 11. رجعت بالدوران، هل 11 اقل او يساوي 10؟ فولز. فمعناته راح يطلع من الدوران. برنت سطر فاضي، بعدين برنت افتر وايل لوب اكس بتساوي، اطبع لي قيمه الاكس، راح يطبع لي قيمه الاكس اللي طلعتني من الدوران اللي هي ال 11. اذا نستخدم الوايل ستيتمنت عشان نعمل دوران، نستخدم الوايل ستيتمنت عشان نعمل دوران. كرر هاي الجمل، بدل ما انا اكتبها 10 مرات بكتبها مره واحده وبحكي له استدعي لي، او سوري كرر تنفيذها 10 مرات. بحطها بوايل ستيتمنت مثلا وبكرر تنفيذها بالعدد المطلوب عندي. Find the average of 10 marks. بدي أوجد معدل 10 علامات، شو أعمل؟ عشان أوجد معدل 10 علامات معناته أنا بحاجة إني أوجد مجموع القيم على عددها. بدي أوجد مجموع القيم على عددها. I بتساوي 1، sum بتساوي 0. إذن في عندي العداد، اتذكر دائماً إنه بده قيمة ابتدائية، قيمة نهائية، ومقدار زيادة. ماشي. الاي بلشت بواحد، وايل الاي اقل او يساوي 10، وما بنسى داخل الدوران اني ازيد العداد بواحد عشان ما يصير عندي انفينيت لوب. انا بسال عن الاي، لازم تصير 2 3 4 لحد ما توصل 10 بعدين 11 فبتطلع من الدوران. طيب شو مطلوب مني داخل هذا الدوران؟ بدي اقرا 10 علامات عشان اوجد معدلهم. إذا مارك بتساوي فلوت انبوت انتر مارك، دخل القيمة، دخل العلامة. حولتها لفلوت. سم بتساوي السم زائد المارك، اجمع لها، اجمع للسم اللي هو أعطيته قيمة ابتدائية صفر، اجمع له المارك. حكينا إذا بدي أجمع الصفر ما بيأثر، وإذا بدي أضرب الواحد هو اللي ما بيأثر على عملية الضرب. فبالأول سم بتساوي صفر، بعدين سم بتساوي سم زائد المارك. اجمع هلا المارك للسم. هاي الاي بتساوي اي زائد 1، حكينا عشان العداد مقدار الزياده. بضلني ماشي بهالدوران، بقرا علامه بجمعها، بقرا علامه بجمعها، وهكذا. بس خلصت الافرج ايش راح يساوي؟ صم على 10، مجموع العلامات على عددهم اللي هو 10، وبعدين اطبع لي الافرج. حكينا انتر مارك، دخل علامه، هاي دخلنا 70 60 89 ونص، هاي 3، هاي 4، هاي 5، هاي 6، هاي 7، هاي 8، هاي 9، وهاي عندنا هاي 10 علامات، اعطاني الافرج لهدول
العشر علامات. في آخر المحاضرة حكيت لك لو كنت بدي الأفريج read 10 marks find the average of marks أكبر من 50 أكبر أو يساوي 50، يعني بدي أوجد المعدل لعلامات الطلاب الناجحين، بدي أوجد معدل علامات الطلاب الناجحين فقط. أوكي، معناته هون السم ما رح يكون للكل صح؟ قبل ما أعمل سم بدي أحط if statement صح؟ يلا يا خديجة شو أكتب؟ تحت سطر المارك رح أحط if mark أكبر أو تساوي 50. ممتاز، إذا المارك أكبر أو تساوي 50 رح أحط السم علامة إيش بيحكوها؟ أيوة ممتاز indentation بتساوي السم زائد المارك. كمان لا تنسوا بدي أعدهم لأنه هلأ مش العشر علامات كلهم أعلى من 50، يمكن يكون بس علامتين ثلاث ما بنعرف. إذا بدي أحط هون count equal zero، هالقيمة اللي بجمعها اللي طلعت أكبر من 50 عد لي إياها. ليش طب بدي أعدها؟ عشان ما يقسم عليهم كلهم صح، لأنه المعدل اللي هو مجموع القيم على عددها. الآي هسه مش عددها، هلا حطيت سي لعددها. ليش؟ لأنه الآي بده يعدهم كلهم، أنا بدي أعد بس الناجحين. لو السؤال بده مجموع علاماتهم كان ما احتجت السي هاي، لكن السؤال بده معدل علامات الناجحين، فمعناته بدي أجمع وأقسم على عددهم، فالسم بتساوي السم زائد المارك، وبعدين سي بتساوي سي زائد واحد. بس أخلص الأبرج شو راح يساوي؟ السم على إيش؟ سي، على سي. ممتاز، إذا سم الأفرج بيساوي سم على سي، وبعدين بحكي له اطبع لي الأفرج. هاي رن انتر مارك، دخل علامة، دخلت علامة 40 هاي خلص ما راح تدخل بالحسابات، دخلت 60 راح تدخل بالحسابات، دخلت 50 راح تدخل بالحسابات لأني حاكي أكبر أو يساوي 50، علامة 44 ما راح يحسب لي إياها، علامة 43 ما راح يحسب لي إياها، علامة 80 راح يحسبها، علامة 98 راح يحسبها، علامة 60 راح يحسبها، علامة 50 راح يحسبها. كم صاروا؟ هاي عندي 88. العلامات اللي أعلى من 50 جمع لي إياهم وعدل لي إياهم وقسم مجموعهم على عددهم. ماشي؟ واضحة؟ إذن هيك أنا أوجدت معدل علامات الطلاب الناجحين، معدل علامات الطلاب الناجحين. في أي استفسار؟ في حد عنده أي استفسار؟ واضح المثال؟ إذا ضلك اقرأ 10 علامات، شوف لي وين الناجحين وجد لي معدلهم. إذا أنا كنت دقيق بحلي بدي أضيف هون if statement if c لا تساوي زيرو، أفرج بيساوي سم على سي وبرنت الأفرج. مين يحكي ليش حطيت هاي الجملة؟ إذا كان السي يعني عددهم، إذا عددهم ما بيساوي صفر احسب الأفرج اللي هو سم على سي. مين بيعرف ليش حطيت هاي الإف؟ هلا لو كانت السي صفر معناته بصير الأفرج صفر كله، مش بصير الأفرج صفر يا روان، بقسم قيمة على صفر وهذا إشي إشي خطأ بالرياضيات إني أقسم على صفر. ماشي، فعندنا بالكمبيوتر القسمة على صفر بتعطيني run time error، خطأ أثناء التنفيذ. ماشي، فالمفروض إن ما نقسم على صفر، دائما نتجنب هاي الحالة. فعشان هيك حكيت له إذا كان عددهم صفر خلاص لا تحسب لي الأفريج، ما بدي إياه. ممكن أحكي له else print، ممكن أحكي له else print no marks more than 50، ما فيش علامات أعلى من 50 more or equal
50. عشان ما يصير بس عندي قسمي على صفر، عشان ما يصير قسمي على صفر، لأنه القسمة على صفر تعمل لنا مشاكل أثناء التنفيذ. فهي للإحتياط حكيت له إذا كان عددهم صفر خلاص لا تقسم لي على صفر. واضح المثال؟ إذا هون إحنا كتبنا while statement، هاي while statement لعشر طلاب، إذا محدد عندي عدد الطلاب اللي هو عشر طلاب. أوجدت معدل الطلاب اللي علاماتهم أعلى أو تساوي 50. وضحت؟ لحد هسه الأمثلة اللي استخدمناها بالوايل ستيتمنت كلها بتعتمد على عداد معروف عدد مرات الدوران، يعني أنا عارف إنه بدي أمشي في الدوران 10 مرات أو 5 مرات أو N مرة، ماشي؟ إذن معروف عندي عدد مرات الدوران بهاي الأمثلة اللي شفناها. إذن اعتمدت على إيش؟ على كاونتر، اعتمدت على كاونتر. الأمثلة اللي شفناها اعتمدت على كاونتر. طيب A بتساوي 1 while الـ A أكبر أو يساوي 5، شو راح يطبع لنا؟ هل الـ A أكبر أو يساوي 5؟ راح يطبع لي after while A تساوي 1. after while، صحيح يا خديجة. هلا while الـ A أكبر أو يساوي 5، هل الـ A أكبر أو يساوي 5 true ولا false؟ فولس. ايوه فولس. واحد، هل الاي اكبر او يساوي 5 فولس؟ بما انها فولس معناته ما راح يدخل بالدوران ولا مره، راح يطلع برنت افتر واي اي بتساوي، راح يطبع قيمه الاي اللي هي 1. اذا لاحظ بهذا الدوران ما تنفذ الجمل الموجوده داخل الدوران ولا مره، لوب نيفر ستارت. طيب شوف هذا المثال، اي بتساوي 1 واي للاي اقل من 5، print a بتساوي a a minus equal 1. الـ a بلش infinite loop، صحيح. ليش infinite loop؟ لأنه minus a minus العداد غلط. a بتساوي 1 while الـ a أقل من 5، هل الـ a أقل من 5 true؟ print الـ a بتساوي a، طبعا الـ a بتساوي قيمة الـ a. هلا a minus equal 1 كم صارت الـ a؟ صفر، صح؟ رجعت بالدوران، هل الصفر أقل من 5 true؟ بطبع لي A بتساوي صفر. A minus equal 1 شو صارت؟ سالب 1. هل الـ A أقل من 5 true؟ بدها تضل true، يعني ما رح أوصل لحالي إنه يصير false عشان أطلع من الدوران. فهذا إيش اسمه؟ هذا اسمه infinite loop، دوران لا نهائي، ضلك نفذ لا نهائيا، هذا اسمه دوران لا نهائي. ما صار جواب الشرط false عشان أطلع من الدوران، دائما نكون حريص إنه يصير جواب الشرط false عشان تطلع، تقدر تطلع من الدوران. إذا لازم يصير false عشان تقدر تطلع من الدوران، لازم يصير بحالي ما false عشان تقدر تطلع من الدوران. مرات بتشوف while statement وفيها else part، لا تستغرب هذا الشكل، مسموح بالبايثون إنه الوايل يكون لها else part، يعني بس يصير جواب الشرط false روح على else، بس يصير جواب الشرط false روح على الـ else part. A بتساوي 1 while الـ A أقل من 5، print A بتساوي A، A plus equal 1 else، print while else A بتساوي A، print after while A بتساوي A. يمكن هاي ما تكون هسه مفيدة كثير بالنسبة لإلكم، بس ناخذ شغلة ثانية اللي هي البريك والكونتينيو، راح تشوفوا الهدف منها. A بتساوي 1 while الـ A أقل من 5، نعم الـ A أقل من 5، print A بتساوي A، طبع لي A بتساوي 1. هلأ الـ A شو صارت؟ 2، رجعت بالدوران، هل 2 أقل من 5؟ true، شو راح يطبع لي؟ A بتساوي 2، صارت 3، رجعنا، هل 3 أقل من 5؟ true،
طبع لي A بتساوي 3 زادها بواحد صارت 4 رجعنا هل الأربعة أقل من 5 True print A بتساوي 4 A plus equal 1 5 رجعت بالدوران هل الخمسة أقل من 5 False بما أنه في عندي else للwhile statement رح يجي على else print while else A بتساوي A while else A بتساوي كم 5 شو القيمة اللي طلعتني على الالس اللي هي الخمسة خلصت الوايل وخلصت الالس لإلها هلأ شو طبع لي برينت after while A بتساوي A after while A بتساوي 5 إذا طبع لي 5 ماشي إذا كان الوايل شفتها إلها else part معناته بس يصير جواب الشرط false تعال على الالس part أوكي يعني بس خلصت من الوايل إجا على الالس طبع لي هاي الجملة بعدين كمل إذا في أي جمل طبع لي إياهم هاي عندي هاي الجملة نفذ لي إياهم نفذ لي هاي الجملة طبع لي نفس القيمة اللي هي 5 زي ما حكيت لك يمكن هلأ ما تشوف فايدتك بكثير إلا بس ناخذ البريك والكونتينيو بجوز تفهمها أكثر طيب هاي بالنسبة للوايل ستيتمنت شفنا وايل ستيتمنت بتعتمد على عدد مرات شفنا وايل ستيتمنت بتعتمد على عدد مرات في عندي بإمكاني آخذ while statement تعتمد على قيمة معينة يعني أنا ما بعرف كم مرة بدي أدخل علامات بدي أضلني أدخل لحد ما أدخل قيمة معينة أو أقرأ قيم لحد ما أدخل قيمة معينة بس تدخلها اطلع من هذا الدوران إذا في عندي نوعين من الدورانات بالنسبة للوايل ستيتمنت في دوران بيعتمد على عدد مرات واللي هو شفناه المحاضرة الماضية ومحاضرتنا هاي لحد هون وفي دوران بيعتمد على سنتينال فاليو أو ستوب فاليو يعني ضلك اقرأ لحد ما تقرأ قيمة معينة لحد ما اليوزر يدخل مثلا سالب واحد أو يدخل سالب 99 أو يدخل قيمة سالبة ماشي إذا بدي أضلني أقرأ لحد ما أدخل قيمة سالبة أو دولار ساين أو القيمة كذا أوكي إذا بدي أضلني أقرأ لحد ما أدخل قيمة معينة إذا النوع الثاني من الدورانات لو حكيت لك read مش 10 ماركس read ماركس until entering minus 1 طلق اقرأ علامات لحد ما تقرأ أو ما تدخل سالب واحد find the average of marks ماشي إذا read marks until entering minus one find the average of these marks هل أنا بعرف كم عدد مرات الدوران؟ لا ما بنعرف كم عدد مرات الدوران إذا الدوران هون ما بيعتمد على عداد بيعتمد بشكل رئيسي على القيمة المدخلة دخل قيمة لحد ما تدخل سالب واحد أوكي إذا أن أو مارك بتساوي انتجر أو فلوت انبوت انتر مارك إذا ما حددنا أن أو 10 أو 20 حكينا ضلك اقرأ لحد ما تدخل سالب واحد إذا أنا بلشت برنامجي بالقراءة while إنه المارك لا تساوي سالب واحد هذا الشرط من شوي شو كان الشرط؟ كان الشرط while إنه العداد أقل أو يساوي 10 كان الشرط بيعتمد على عدد مرات هلا الشرط ما بيعتمد على عدد مرات بيعتمد على قيمة mark بتساوي float input enter mark while المارك لا تساوي سالب واحد بما انه المارك اللي انت دخلتها لا تساوي سالب واحد شو بدي اعمل sum بيساوي sum plus المارك معناته لازم بالاول اكون عامل sum هاي sum equal zero اذا طالما انه العلامة لا تساوي سالب واحد اجمع لي اياها إذا طالب الصم بس خلاص كان اكتفيت بالمجموع لكن ما إنه طالب الأفريج أنا مضطر إني أعدهم
صار إني أعدهم. count بيساوي count زائد واحد. إذا شو أبلش الكاونت؟ count بتساوي صفر. إذا اقرأ قيمة. إذا كانت هاي القيمة لا تساوي سالب واحد، معناته اجمع لي إياها وعد لي إياها. طيب إذا رجعت هيك بالدوران بده يضل يقرأ، بده يضل يسأل عن نفس العلامة المارك اللي قرأتها بالأول. يعني افرض اليوزر دخل 90، هل العلامة لا تساوي سالب واحد؟ لا تساوي سالب واحد، جمع لي إياها، عد لي إياها واحد، رجعنا. ما قرأ قيمة ثانية عشان يسأل عنها اللي هي لا تساوي سالب واحد. رح يضل يسأل عن نفس العلامة اللي هي 90، فرح يصير عندنا انفينيت لوب، دوران لا نهاية. احنا ما بدنا يصير عندنا انفينيت لوب، احنا بدنا نقرأ قيمة جديدة. ماشي؟ إذا المفروض هون هاي الجملة نفسها تبعت القراءة أكررها وين؟ داخل الدوران بنهايته. ليش؟ عشان ما يصير عندي انفينيت لوب. رجعت بالدوران، هل المارك لا تساوي سالب واحد؟ نعم لا تساوي سالب واحد، إذا سم بتساوي السم زائد المارك. سي بتساوي سي زائد واحد، مارك بتساوي فلوت. اقرأ ارجع، هل المارك لا تساوي سالب واحد؟ وهكذا. هلا بس خلصت الدوران بدي احسب الافريج. افريج بيساوي سم على سي، واذا انت شاطر بتضيف الشرط تبع انه اذا سي بتساوي صفر لا تقسم على سي للاحتياط. اجرب، دخل مارك، دخلت مثلا 50، دخل مارك، دخلت 80، دخل مارك، دخلت سالب واحد. ماشي؟ شو نسينا هون؟ برنت لا الأفرج، برنت أفرج. مرة ثانية، هاي دخل مارك، دخلت العلامة 70، دخل مارك دخلنا 90، دخل مارك دخلنا 80، دخل مارك دخلنا سالب واحد. شو عمل؟ حسب لي الأفرج، الأفرج للسبعين والتسعين والثمانين اللي هو 80. ماشي؟ إذا حسب لي الأفرج للعلامات الثلاث اللي دخلتهم. بجوز أدخل ثلاث، بجوز اثنين، بجوز واحد، بجوز ولا واحد، بجوز عشرة، بجوز مية. إذا ما بنعرف عدد مرات الدوران، فهذا الدوران بيعتمد على سنتينال فاليو أو ستوب فاليو. ضلك دخل لحد ما تدخل قيمة معينة، ضلك دخل لحد ما تدخل قيمة معينة. إذا دخلنا قيم حسبنا الأفريج لهاي القيم زي ما حكيت لك. إذا كنت شاطر بتحكي هون إذا كانت السي لا تساوي زيرو عشان ما يصير عندي قسمة على صفر. هاي عندي هيك، هاي رن، دخل اليوزر من أول مرة سالب واحد، شو صار عندي؟ خلص طلع. ماشي؟ إذا دخل سالب واحد، شو سألته؟ هل المارك لا تساوي سالب واحد؟ لا بتساوي سالب واحد، طلع من الدوران. السي شو قيمتها؟ صفر، إذا ما راح ينفذ هدول الجمل. إذا أنا حاطط إلس وحاكي له اطبع إنه ما فيش مارك، فمعناته راح يطبع لي الإشي الموجود بالإلس تبع الإف. إذا هيك أنا حسبت معدل علامات الطلاب. دخلت علامات لحد ما أدخل سالب واحد، إذا مش معروف عندي عدد مرات الدوران، مش معروف عندنا عدد مرات الدوران. في حد عنده أي استفسار؟ في حد عنده أي استفسار على هذا المثال؟ ريد. ريد. Two numbers and operator. اقرأ رقمين و operator. If operator بتساوي زائد add the two numbers. If operator ناقص
sub num 1 ناقص num 2 if operator ضرب multiply n1 طيب اذا اقرا رقمين اوبريتر اذا كانت هاي الاوبريتر زائد معناته اجمعهم اذا كانت ناقص معناته اطرحهم اذا كانت ضرب معناته اوجد ناتج ضرب هدول القيمتين ريبيت many times until entering the operator dollar sign. إذا كرر هذا الشغل لحد ما تدخل إنه الأوبريتر دولار ساين. أوكي؟ إذا شو بدي أقرأ رقمين وأوبريتر. إذا كانت الأوبريتر زائد اجمع لي هدول الرقمين، إذا كانت ناقص اطرح، إذا كانت ضرب اضرب. ارجع اقرأ رقمين وأوبريتر. كرر هذا العمل عدة مرات لحد ما تدخل إنه الأوبريتر دولار ساين اطلع من الدورة. ماشي؟ إذا بدي أقرأ أوبريتر. إذا ما كانت دولار ساين معناته اقرأ رقمين وشوف هل هاي الأوبريتر زائد؟ إذا زائد اجمعهم، إذا ناقص اطرح، إذا ضرب اضرب. ارجع مرة ثانية اقرأ أوبريتر. إذا مطلوب مني أقرأ رقمين وأقرأ أوبريتر. كم جملة إنبوت؟ ثلاث. هاي أوبريتر إيكوال إنبوت إنتر أوبريتر داخل أوبريتر. طالما إنها الأوبريتر لا تساوي إيش؟ دولار ساين، مش هذا الشرط؟ إذا الأوبريتر ما بتساوي دولار ساين، فوت لي بالدوران. اقرأ رقمين، N1 بتساوي انتجر input enter N1. And two, تساوي integer input enter and two. إذا قرأت العلامة الأولى قرأت العلام مش علامات أرقام يعني two numbers قرأت رقمين. هلا بدي أسأل ما إنها طلعت الأوبريتر عندي مش دولار ساين دخلت على الدوران وقرأت رقمين بدي أسأل إذا كانت الأوبريتر equal إيش زائد معناته print ايش؟ n1 زائد n2 صح؟ اجمع n1 وn2 else if اذا كانت الاوبريتر بتساوي ناقص معناته ايش؟ print n1 ناقص n2 else if الأوبريتر بتساوي ضرب print ايش اكتب؟ مين صاحي معي؟ n1 في number 2 صحيح اذا n1 صحيح يا روان ضرب n2 إذا أخذنا القيمتين، هل الأوبريتر إيكوال زائد؟ اجمعهم، هل الأوبريتر بتساوي ناقص؟ اطرحهم، هل الأوبريتر بتساوي ضرب؟ اضربهم. مش حاكي لي إذا إشي ثاني، بدي أضيف الإلس أنا حر، بديش أضيفها بلاش، برنت مثلا not valid operator. هاي الأوبريتر مش مسموحة. not valid أوبريتر بدي أدخل إشي غير هدول الأشياء. طيب خلص الدوران تبعي؟
ولا ضل علي شغلة؟ القراءة اللي برا الدوران حكينا شو بعمل فيها؟ بكررها نهاية الدوران. ليش؟ عشان ما يصير عندي infinite loop. اقرأ قيمة ثانية اسأل عنها هل هي مش دولار ساين وهكذا. فهمنا؟ نجرب. هاي run enter operator دخلت مثلا إشارة الناقص رح يدخل على الدوران؟ رح يدخل لأنه الإشارة ما بتساوي دولار ساين. دخل قيمتين، دخلت 7 ودخلت 5. شو عمل؟ 7 ناقص 5 شو أعطاني؟ 2. انتر أوبريتر، دخل أوبريتر ثانية، دخلت مثلا الضرب، دخل N1 5، دخل N2 4، شو أعطاني؟ 20. انتر أوبريتر جيت دخلت مثلا هاي الإشارة، طبعا هاي مش دولار ساين، رح يطلب مني أدخل قيمتين بس ما رح يشتغل لي عليهم. شو حكى لي؟ not valid operator. دخل على الدوران بس ما طبق لي هاي الأوبريتر لأنه أنا حكي له بس الزائد والناقص والضرب، أي شيء ثاني طبع لي not valid operator. طيب enter operator دخلت هلأ مثلا الدولار ساين، هاي الدولار ساين اللي هي الشرط الأساسي لهذا الدوران، شو عمل؟ طلع من الدوران لأنه لما قرأ هون القيمة دخل دولار ساين رجع هون. هل الأوبريتر لا تساوي دولار ساين؟ إن بلا بتساوي دولار ساين إذا طلع من الدوران. فاهمين؟ تمام دكتور. مين عنده أي استفسار؟ إذا الوايل ستيتمنت عامة بستخدمها لنوعين من الدورانات، الدوران الأول اللي هو بيعتمد على عدد مرات، والدوران الثاني اللي هو بيعتمد على سنتينال فاليو، قيمة معينة ضلك دخل لحد ما تدخل قيمة معينة، هذا بسميه سنتينال فاليو. طيب إذا ضلك دخل لحد ما تدخل قيمة معينة أو لحد ما تدخل قيمة سالبة أو لحد ما تدخل قيمة أقل من 50، ماشي؟ إذا هذا الدوران بيعتمد على سنتينال فاليو. طيب قبل ما اروح على البريك والكونتينيو بدي اعطيكم فكره عن الفور ستيتمنت. خلينا نشوف الفور ستيتمنت وبعدين نروح على الموضوع الفرعي اللي هو البريك والكونتينيو. الفور لوب دوران زي ما الوايل لوب دوران. الوايل اعم من الفور، الفور بس للدوران المعروف عدد مرات تكراره، معروف عدد مرات الدوران يعني بيعتمد على كاونتر. بينما الوايل ستيتمنت اعم، تستخدم بالحالتين، إما دوران معروف عدد مرات الدوران فيه أوكي، أو سنتينال فاليو. إذا مين الأعم؟ الأعم عندي اللي هي الوايل ستيتمنت، الأعم هي الوايل ستيتمنت. طيب إذا إجاك سؤال بيعتمد على عدد مرات دوران على عداد تقدر تحله على الوايل وعلى الفور. أما إذا إجاك سؤال بيعتمد فقط على سنتينال فاليو فمعناته أنا مضطر أحله على إيش؟ على الوايل ستيتمنت. إذا الدوران بيعتمد على عدد مرات حله على فور أو على وايل زي ما بدك. إذا الدوران بيعتمد على سنتينال فاليو على قيمة معينة راح تحله على إيش؟ على الوايل ستيتمنت. طريقة كتابة الفور، فور إليمنت إن كوليكشن إسيوت. خلينا نشوف. For I in range 5 print ال I. For I in range 5 print ال I. For I in range 1.5 الـ I. الدوران بيعتمد على عدد مرات
for I in range من 1 ل 5. لاحظ معي شو طبع لي؟ 1 2 3 4. إذا بالفور ستيتمنت أخذ القيمة الابتدائية هيها، هاي ما بعد القيمة النهائية، يعني ما بسأل عن الخمسة، بسأل عن القيمة اللي قبلها. إذا أخذ لي من 1 ل 4 ماشي، برنت الآي شو راح يطبع؟ 1 2 3 4. إذا ما بياخذ الخمسة، بياخذ القيمة اللي قبلها اللي هي هون كم؟ الأربعة. طبع لي الآي، إذا أول مرة الآي شو كانت؟ 1 بعدين 2 بعدين 3 بعدين 4. لو اجيت بعد الدوران حكيت له برنت اي بتساوي قيمة الاي، شو قيمة الاي اللي طلعتني من الدوران؟ 4. اي بتساوي 4. اذا ما بيجي على الخمسة نهائيا، هاي شوي بتختلف عن اللغات الثانية، ما بيجي على الخمسة نهائيا. لما بحكي من 1 لخمسة يعني من 1 لأربعة ماشي، طبع لي 1 واثنين وثلاثة واربعة، طلعت من الدوران، شو قيمة الآي اللي طلعتني؟ الأربعة وليس الخمسة. طيب مين أسهل، أكتب بالفور ستيتمنت ولا بالواي؟ اللي متعود على شكل الواي يمكن يحكي بالواي، بس أنا بشوف بالفور، شوف أصغر جملة واحدة، أنا بشوف القيمة الابتدائية والشرط، وحتى لو بدي مقدار الزيادة بحطه هون، هاي مقدار الزيادة، يعني من شوي لما أنا ما حطيت مقدار زيادة كان مقدار الزيادة واحد، هاي حطيت اثنين شو أعطاني؟ 1 3 وبعدين اي بتساوي 3. شو قيمة الاي طلعت من الدوران؟ اللي هي الثلاث. إذا أحد أخذ القيمة 1، أخذ القيمة 3، طلع من الدوران بالقيمة 3. إذا هاي القيمة الابتدائية، هاي ما بعد القيمة النهائية، وهاي مقدار الزيادة، هاي مقدار الزيادة. طيب خذ لي مثلا من 2 ل 5 مقدار الزيادة 2، هاي رن شو أخذ؟ 2 4 صح؟ شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ اللي هي الأربعة. القيمة اللي طلعتني من الدوران اللي هي الأربعة. لما أكون حاطط رقم هذا بيكون القيمة النهائية، هذا راح يكون القيمة النهائية، أوكي؟ يعني القيمة الابتدائية راح تكون بدون ما أكتبها صفر، وهذا ما بعد القيمة النهائية، يعني هاي عملت رن، شو أعطاني؟ 0 1 2 3 4 ماشي؟ شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ اللي هي الأربعة. إذا هاي هون بس تحط رقم 1، هذا بيكون القيمة النهائية، أو يعني معنى آخر ما بعد القيمة النهائية ماشي. فالقيمة الابتدائية هون خلص بتكون صفر، مقدار الزيادة إذا ما حطيناه دائما بيكون مقدار الزيادة 1. طيب إذا for i in range 5 برنت الاي راح يطبع لي 0 1 2 3 4، القيمة اللي طلعتني من الدوران اللي هي i بتساوي 4. ماشي الحال؟ مي مش فاهم. طيب دكتورة لو حطيت القيمة البدائية والنهائية نفس الشيء شو راح يطبع لي؟ حطينا 5.5 هاي رن، شو أعطاني؟ هاي شو معناها؟ معناها من 5 ل 4 صح؟ ماشي؟ هل الخمسة أقل من الأربعة؟ فولس، راح يطلع من الدوران. شو أعطاني؟ برنت اي بتساوي اي، شو القيمة اللي طلعتني؟ اللي هي الأربعة. الأربعة أعطاني اي يعني بتساوي 4. يعني طلع لو حطيت 2.2 راح يطبع لي 1. 2.2 هاي رن. وما دخل بالدوران for i in range من 2 ل 2 برنت ال i. خلينا نشوف هاي الحالات الموجودة هون بعدين نحكي بسؤالك. طيب نرجع له هلا. for i in range 5 برنت ال i برنت after i equal i، طبع لي 0 1 2 3 4 after i بتساوي 4. for i in range 1 5 2 برنت ال i شو طبع لي؟ 1 3. شو القيمة اللي طلعتني من الدوران؟ اللي هي الثلاث. طيب نشوف بالسالب،
قل لي بدي ارجع اجرب هسه. For I in range 5 1 سالب 1 print ال I. بعدين after I equal I. هلا بلش من الكبير لحد الصغير في مقدار الزيادة بده يكون بالسالب. شو الـ output بتتوقع؟ ببلش من ايش؟ 5 و 4 و 3 و 2. إذا بلش من عند الخمسة. 5 4 3 2. قبل الواحد توقف. معناته طلعتني القيمة 2. إذا 5 4 3 2 after I equal 2. طيب نرجع لسؤال خديجة. For I in range من 2 ل 2 print ال I print I equal. هاي عنا وين في كومنت زيادة؟ الانديتيشن. شوفي الاوتبوت يا خديجة. فاضل رينج 2.2 برنت الاي ما دخل بالدوران لانها من 2 ل 1 صح؟ هلا برنت اي بتساوي اي اعطاني نيم اي از نوت ديفايند ما تعرف عليه. اعطاني ايرور عليها، ليش يا خديجة؟ لانه ما دخل بالدوران اساسا. ما دخل بالدوران، فالاي كانت مش معرفة بالنسبة لإله. فلما طلع من الدوران برنت اي بتساوي اي ما تنفذت معانا. ليش؟ اعطاني عليها ايرور، اعتبر الاي انها مش معرفه لانه اوريدي ما دخلش بالدوران. فلو حكينا فور اي من 2 ل 1 مقدار الزياده موجبه نفس المشكله. لو حكينا من 2 ل 1 سالب 1 بده ينزل نزول، شو راح يعطيني؟ ال 2 صح؟ صح دكتور. ال 2 وهلا طلع اي بتساوي الاي، طبعا قيمة الاي اللي هي 2. يعني هون ما دخل بالدوران الا مرة واحدة عند الاثنين صح؟ مش لما بحكي له لحد 5 بياخذ لحد 4، هون لحد 1 والقيمة عندي بالعكس بالسالب، يعني خذي العكس هاي 1.2.1 مقدار الزيادة. مقدار الزيادة 1 لو ما حطيتها هيك معناها مقدار الزيادة 1 نفس الشيء. هاي من 1 ل 2، شو معناها يا خديجة؟ من 1 لقبل الدوران يجمعني مرة واحدة. أيوة يعني من 1 ل 1 صح؟ فمعناته طبعا عند الآي 1 وبعدين طلع من الدوران آي بتساوي 1. طيب؟ إذا أخذ لقبل الاثنين اللي هي لحد الواحد، إذا دخل بالدوران مرة واحدة. طيب لو كانت بالسالب يعني هون 2 هون 1 ومقدار الزيادة سالب 1. بلش من عند الاثنين صح؟ من عند الاثنين اوكي لقبل الواحد بواحد، هلا صارت لبعد. ليش؟ لانه مقدار الزياده بالسالب. طيب فمعناته من الاثنين لحد الاثنين طلع من الدوران عند طبعا الاثنين وبعدين اي بتساوي 2، قيمه الاي اللي طلعتني من الدوران اللي هي الاثنين. يعني هي هيك شوي بصير فيها شويه لوبس، بس الواحد بيحاول انه يفهمها مظبوط. بده ياخذ لقبل القيمه بواحد، بده ياخذ لقبل القيمه بواحد. هون من 5 لواحد معناته اخذ 5 و4 و3 و2 طلع عند ايش؟ الاثنين. اخذ لقبل الواحد بواحد اللي هي لحد الاثنين. ماشي الحال؟ يعني لبعدها بمعنى آخر لأنه هاي بالسالب. طيب نشوف أمثلة على الفور ستيتمنت. read marks until
entering أو طبعاً بدنا نأخذ دوران بيعتمد على عدد مرات read 10 marks find the average of them اقرأ 10 علامات أوجد معدلهم. حلينا بالوايل في نهاية المحاضرة الماضية وبداية هاي المحاضرة راجعنا هون 10 مارس معناته محدد عدد مرات الدوران for i in range من 1 ل 11 ممتاز إذا من 1 ل 11 for i in range من 1 ل 11 هيك معناها ال 10 1 2 3 لحد ال 10 ماشي هاي الدوران كان في القيمة الابتدائية والقيمة النهائية ومقدار الزيادة إذا أنا سهلت على حالي الحل شو بدي أعمل هون بدي أجمع عشان أوجد المعدل سم بيساوي صفر طيب مارك بتساوي float input enter دخل العلامة ممكن أحطها float أو integer ممكن تحتوي فاصلة عشرية عشان هيك حطيتها float sum plus equal إيش المارك إذا اقرأ العلامة واجمعها اقرأ العلامة واجمعها بس خلصت من الدوران شو بدي أحسب average بيساوي sum على كم على عددهم اللي هو إيش 10 وprint لا الافرج اذا اقرا 10 علامات واجمعهم اجمع اجمع بس اخلص اقسم على 10 واطبع لي الافرج انتر مارك هاي العلامه الاولى هاي العلامه الثانيه هاي العلامه الثالثه هاي العلامه الرابعه هاي الخامسه هاي السادسه هاي السابعه هاي الثامنه هاي التاسعه وهاي عندي العاشره اعطاني معدلهم هاي معدل العلامه شوف حجم الكود الوايل بدك اي بتساوي واحد وبعدين وايل الاي اقل او تساوي عشرة وبعدين اي بتساوي اي زائد واحد هون بنهاية الدوران هدول الثلاث خطوات نختصرهم بجملة واحدة بالفور استيتمنت اختصرناهم بجملة واحدة بالفور استيتمنت ماشي لو حكيت لك I بتساوي واحد Y I أقل أو تساوي خمسة print I plus equal one I run شو عطاني واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة لو جبت لك هذا الكود وحكيت لك حول لي إياه لفور statement شو بعمل بدي احول هذا الكود لفور ستيتمنت كيف بحوله بدل اي بتساوي واحد وبدل واي اي اقل او تساوي خمسه وبدل اي بلس ايكوال 1 كل هدول شو اكتب بدالهم بحكي فور رينج ان واحد لستة وبعدين بكمل عادي وبشيل جمله الطباعه اي بلس تساوي 1 فور اي ان رينج ايش من 1.6 ممتاز شو بدي أعمل؟ print لمين؟ لا ال i for i in range من 1 ل 6 print ال i شلت هاي الجملة وهاي الجملة وهاي الجملة كتبتهم كلهم مع بعض هون for i in range من 1 ل 6 إيش عمل داخل الدوران؟ print ل ال i هاي run شو أعطاني؟ نفس ال i ممكن اجيب لك وايل وحولها لفور او فور وحولها لوايل ماشي اذا القيمه الابتدائيه مع الشرط مع مقدار الزياده كلهم بختصرهم بجمله الفور معي هي مش فاهم مثال الفاكتوريال 4 مضروب سوري مثلاً 4 مضروب بتساوي 1 في 2 في 3 في 4 أو 4 في 3 في 2 في 1
حليناها بالوايل، بدي احلها بالفور. بدي متغير يكون فيه الجواب. الواحد ما بيأثر على عملية الضرب. حطيت فاكتوريال بيساوي واحد. فور اي ان رينج ايش؟ واحد لحد ايش؟ بدي الرقم اللي بدي المضروب لإله، اللي بدي اخلي اليوزر يدخله. بدي احكي لليوزر خلينا لأي قيمة ان بتساوي انتجر انبوت انتر ان. قرأنا قيمة الان فحكينا for i in range من واحد لكام؟ اي عمر من واحد لكام؟ الان خمسة. الان للان. يعني افرض الان بدي اياها اربعة بحط له ان بلس وان صح؟ افرض الان بدي اياها خمسة بدي بضرب الخمسة بحط له ان بلس وان يعني لحد الستة، فهو بياخذ قبلها بواحد. اذا for i in range من واحد للان بلس وان. اوكي فاكتوريال بيساوي فاكتوريال ضرب ايش؟ ان. ان ولا اي؟ شو بدي اضرب؟ واحد في اثنين في ثلاث في اربعة. اذا فاكتوريال ضرب الاي. انا ما بدي اضرب ان في ان في ان في ان. مثلا لو بدي مضروب الاربعة ما بحكي اربعة في اربعة في اربعة في اربعة، بحكي واحد في اثنين في ثلاث في اربعة. اذا for i in range من واحد للان بلس وان فاكتوريال بيساوي الفاكتوريال ضرب الاي. معاي؟ for i in range من واحد للان بلس وان فاكتوريال بيساوي الفاكتوريال ضرب الاي. طيب شو ضل عندي؟ print لمين؟ للفاكتوريال. اذا بجملة واحدة كان عندك مقدار القيمة الابتدائية للاي والقيمة النهائية للاي ومقدار الزيادة. هاي عملنا run enter n بدي مضروب الاربعة راح يعطيني 24 اللي هي 1 في 2 في 3 في 4 راح تطلع 24. بدي مضروب الخمسة راح يعطيني 120 اللي هي 1 في 2 في 3 في 4 في 5. واضحة ولا لا؟ واضحة دكتور. مين عنده استفسار؟ الصمت اللي انتوا فيه بخوف. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين فاهمين دكتور. فاهمين دكتور. أكيد. أكيد أكيد. رايت. بروجرام. Find if a number is perfect or not. The perfect number, هذا مثال موجود عندك بالسلايدز. لو أخذنا الرقم ستة، إيش قواسم الرقم ستة؟ بيقبل القسمة على واحد، بيقبل القسمة على اثنين، ثلاث، القسمة على ثلاث. هل بقبل القسمة على أربعة؟ لا لا بقبل على ستة كمان. على خمسة؟ على ستة. على ستة. إذا هاي قواسمه. اجمع قواسمه بدون الستة. واحد واثنين وثلاث كم؟ ستة. ستة. إذا البيرفكت نمبر هو الرقم اللي قواسمه مجموعهم بيساوي الرقم نفسه باستثناءه. بدي أشيل الستة. إذا قواسمه باستثناءه مجموعهم بيساوي الرقم نفسه. إذا هذا اسمه إيش؟ perfect number. إذا write a program to find if a number is perfect or not. متى الرقم بيكون perfect؟ إذا كان مجموع قواسمه باستثناءه بيساوي الرقم نفسه. خد لنا مثلا إذا الستة طلعت perfect. خد لي مثلا الرقم سبعة. إيش قواسم السبعة؟ واحد وسبعة. أيوة بس. صح بس واحد وسبعة. إذن اجمع واحد زائد ولا إشي واحد.
واحد زائد الصفر. إذا not perfect أعطاني السبعة. Not perfect. خذ الثمانية. واحد واثنين وأربعة. واحد واثنين وأربعة وثمانية صح؟ استثني للثمانية واحد واثنين وأربعة كم؟ سبعة. سبعة. إذا ما طلع نفس الرقم إذا not perfect. ثاني رقم بيرفكت بيطلع عنا 28. طيب إذا أنا بدي أقرأ قيمة وأشوف هل هي بيرفكت ولا لا. اقرأ قيمة. هاي X بتساوي integer input interval. قرأنا قيمة. إيش بدنا نشوف؟ بدي أشوف قواسم هذا الرقم، يعني بدي أمشي بدوران من واحد لحد الرقم نفسه، يعني بدي أخذ لحد أقل منه بواحد. امشي لي بدوران وشوف هل بقبل القسمة بدون باقي؟ إذا بقبل القسمة بدون باقي معناته اجمع لي إياه، اجمع لي إياه، اجمع لي إياه، بدي أشوف مجموع قواسم الرقم. مع إنه بدي أجمع، إذا سميت متغير فرضاً sum. هاي sum بيساوي zero. X بتساوي integer input interval. For I in range, إيش الرينج؟ من واحد لحد إيش؟ X زائد واحد. X ولا X زائد واحد؟ فكروا فيها شوي. أنا بدي X أنا ما بدي الرقم باستثناء الرقم. آه مش بدي أستثني الرقم. إذن بحط له ال X عشان أستثني الرقم نفسه. ممتازين. إذا for i in range من واحد للx عشان استثني الرقم نفسه. بدي أشوف إذا كان ناتج قسمة أو باقي قسمة الx modulus ال i equal equal zero. إذا هل الx تقسيم الواحد بيساوي صفر؟ هل الx تقسيم الاثنين بيساوي صفر؟ مش تقسيم، باقي قسمته. هل الx باقي قسمته على ثلاث بيساوي صفر؟ وهكذا. إذا for i in range من واحد لx، إذا كانت ال x modulus ال i بيساوي صفر، معناته شو بدي أعمل؟ بدي أحكي sum تساوي sum زائد i. sum بتساوي sum زائد ال i، إذا جمعت ال i ل sum، جمعت واحد واثنين وثلاثة، جمعت القواسم. ماشي؟ بس خلصت من الدوران، بسأله هل sum تساوي ال m؟ بتساوي الاكس صحيح. اذا كانت السم بتساوي الاكس معناته برنت اكس فاصلة از بيرفكت. إلس برنت اكس فاصلة is not perfect. إذا كان المجموع بيساوي x معناته اطبع لي قيمة ال x is perfect. إذا لا اطبع لي x is not perfect. وين هاد؟ برة الدوران، بعد ما خلصت من الدوران. هاي عندي run enter value، بدي أشوف الرقم مثلا 6 هل هو perfect ولا لا. هاي enter، شو أعطاني؟ 6 is perfect. بدي أشوف مثلا العشرة، عشرة بيرفكت، قواسمها واحد واثنين وخمسة، 11 مش عشرة. إذا شو أعطاني؟ عشرة is not perfect. بدي أشوف الثمانية انتر فاليو، هاي ثمانية، شو أعطاني؟ ثمانية is not perfect. بدي أشوف مثلا ثمانية وعشرين، هاي ثمانية وعشرين، شو أعطاني؟ ثمانية وعشرين is perfect. واضح كيف حلينا؟ sum بيساوي صفر، x بتساوي integer input interval for i in range من واحد للx. إذا كانت الx modulus i بيساوي صفر، يعني الرقم من قواسم الx، يعني باقي قسمته الx عليه بيساوي صفر، فمعناته اجمع لي. بس خلصت الدوران، مشيت على كل القيم المحصورة بين واحد والرقم نفسه أو قبله بواحد، إيش بدي أعمل؟ هل sum بيساوي x؟ إذا sum بيساوي x، print x is perfect. إذا لا اطبع لي إنه الـ X is not perfect. وضحت؟ دكتور مين بيقدر يحول لي إياه لـ while؟
كيف احوله لواي؟ هاي جملة الفور، كيف بدي احولها لواي؟ ها بدي اشيلها. يلا ثلاث خطوات، شو هن؟ اي بتساوي واحد، اي بتساوي واحد. الشرط ايش راح يكون؟ واي. يلا يا نايمين، واي الاي اقل من الاكس، واي الاي اقل من الاكس. شو كمان؟ شو ضل علي عشان ما يصير اي بلس تساوي واحد؟ ايوه اي بتساوي اي زائد واحد. مقدار الزياده وين احطهم؟ جوا الواي على مستوى الاف، يعني الواي فيها جملتين، فيها الاف وبعدين زيد مقدار العداد بواحد. اذا ثلاث خطوات، اي بتساوي واحد، واي للاي اقل من الاكس لانه بدي استثني الاكس، واي بتساوي اي زائد واحد. هيك حولت الفور ستيتمنت لواي ستيتمنت. نتاكد، هاي رن انتر فاليو، دخلت القيمه مثلا ستة، شو اعطاني؟ بيرفكت. هاي شغال البرنامج. هاي رن، دخلت القيمه مثلا 8، 8 is not perfect. مين مش فاهم؟ واضح ولا لا يا جماعه؟ شفنا قواسم الرقم، هذا موجود المثال عندك بالسلايد، شارح لك عليه مطولا عن هذا المثال. اوكي، في حد عنده اي استفسار؟ نيجي على البريك والكونتينيو بما انه معانا 10 دقائق. ما قرات الاسماء، اللي ما كتب اسمه يكتبه على الشات. طيب اللي ما كتب اسمه على الشات يكتب لي اياه. خليني اعطيكم بس فكره عن البريك والكونتينيو. اللي ما كتب اسمه عشان الحضور والغياب يكتب لي اياه على الشات. For I in range من 1 to 6. لو حكيت له print I كان طبع لي 1 و2 و3 و4 و5. بس حكيت له إذا ال I بتساوي 3 break. أول إشي بلش بال I إيش؟ 1. بعدين ال I 2. بعدين لما صارت 3 حكينا له هل الاي بتساوي 3؟ اذا الاي بتساوي 3 بريك. شو يعني بريك؟ يعني توقف عن الدوران، خلص اطلع لي منه. هاي معنى البريك. اذا الستيتمنت بريك معناته اطلع من الدوران. هاي رن. فور اي ان رينج من 1 to 6، اذا الاي بتساوي 3، الاي كانت 1، هل الاي بتساوي 3؟ لا. إذا الآي بتساوي 3 بريك، هون مش 3، قيمة الآي 1، بلشنا بالآي 1. إذا ما رح يجي على البريك. برنت آي بتساوي آي، اطبع آي بتساوي 1. ثاني مرة فور آي إن رينج من 1 to 6 أخذ القيمة 2. هل الآي بتساوي 3؟ لا، طبع آي بتساوي 2. ثالث مرة فور آي إن رينج من 1 to 6 أخذ 3. هل الآي بتساوي 3؟ شو رايكو؟ اترو. شو عملنا؟ بريك. لا تكمل الدوران، اطلع من الدوران. اذا شو الاوتبوت طلع معانا؟ بس اي بتساوي 1 واي بتساوي 2. اذا الاوتبوت طلع معانا فقط اي بتساوي 1 واي بتساوي 2. لو في جمله هون برنت باي، بطبع لي قيمة الآي. هاي رن، شو أعطاني؟ قيمة الآي اللي طلعتني من الدوران اللي هي إيش؟ 3. قيمة الآي اللي طلعتني من الدوران اللي هي 3. لو حكيت هون else آي. هاي رن،
هل تنفذت الإلس؟ هل تنفذت الإلس؟ هل طبع لي إلس وقيمة I؟ لا ما طبع صح؟ الإلس ما تنفذت. هاي الإلس لمين؟ لفور. زي ما الوايل ممكن يكون لها إلس، كمان الفور ممكن يكون لها إلس. هلأ متى بيجي على الإلس؟ بس يصير جواب الشرط فولس. طب هون لسه ما صار جواب الشرط فولس، أنا ما طلعت عن الخمسة هون، أنا في بريك هي اللي طلعتني من الدوران، يعني ما وصلنا هون إنه جواب الشرط فولس، عشان هيك ما إجا على الإلس. مش هلأ حكيت لك رح تفهم الإلس هاي، بس ناخذ البريك والكونتينيو. إذا ما إجا على الإلس لأنه الشرط ما صار فولس. طيب إجيت هون عند الثلاث، طلع من الدوران نهائيا برنت باي اي، شو طبع؟ باي ثلاث. اذا طبع باي ثلاث، اذا البريك شو بتعمل؟ بتوقف الدوران قبل انتهاء. ايوه توقف الدوران، تطلع من الدوران. طيب نجرب الكونتينيو شو بتعمل. هاي رن الكونتينيو، شوف شو الاوتبوت، واحد واثنين واربعة وخمسة، شو فشق؟ الثلاث صح؟ اذا فشق القيمة ثلاث، الشرط بحكي اذا الاي ثلاث كونتينيو. شو يعني اذا الاي ثلاث كونتينيو؟ يعني اذا صارت عندك الاي ثلاث لا تكمل هاي اللفة، هاي الايتريشن، ارجع بالقيمة اللي بعدها، يعني استثني الثلاث. طيب ما كمل لي الجمل هون اللي بعد الكونتينيو للثلاث، كمل هون بالقيمة اللي بعدها اللي هي ايش؟ اربعة. فعندك I بتساوي واحد، I بتساوي اثنين، صارت ثلاث. هل الI بتساوي ثلاث؟ إذا الI بتساوي ثلاث كونتينيو، إذا ما تيجي على جملة الطباعة كمل بالقيمة اللي بعدها أربعة. هل الI بتساوي ثلاث؟ لا أربعة. برنت الI، I بتساوي أربعة. بعدين شو صارت؟ خمسة. برنت I بتساوي خمسة. أوكي عندي الخمسة خلاص طلع من الدوران، ماشي. وين راح يجي؟ على الإلس. هلأ مش زي هناك قطعنا الدوران، لا هون كمل لنهايته بس فشق الجمل تبعون الايتريشن لما كانت الاي بتساوي ثلاث. هلأ اجي على الالس، برنت الس فاصلة اي، شو طبع؟ الس خمسة، القيمة اللي طلعتني من الدوران. برنت باي فاصلة اي، طبع لي باي خمسة. إذن الالس متى ما بتشتغل تبعت الفور أو تبعت الوايل؟ عند البريك، عند البريك لما أطلع قبل ما أنهي الدوران تبعي، فمعناته هيك ما صار جواب الشرط فولس اللي يطلعني من هذا الدوران، فعشان هيك راح يتوقف عن الدوران قبل ما ينهي هذا الدوران. عشان هيك بالبريك ما اجيت على الإلس تبعت الفور إذا أنا طلعت عند ايتريشن قبل ما يخلص الدوران. عند الثلاث حكالي بريك اطلع، فعشان هيك ما كملنا الدوران. مين عنده أي استفسار؟ دكتورة هسا بالنسبة للإلس والبريك، أنا ما فهمت متى أطبق الإلس ومتى ما أطبقها بالبريك. هاي بريك، هاي رن. هلأ متى إحنا بنيجي على الإلس؟ بس يخلص الدوران كامل. بالبريك ما خلص الدوران لأني حكيت له إذا الآي ثلاث خلص اطلع بريك، طلع فخلص ما بتطلع على الإلس نهائيا، ماشي؟ يعني إذا ما انتهى الدوران، إذا انتهى الدوران بريك هروح عند الإلس. يعني انتهى الدوران ما انتهاش صح؟ البريك هي اللي وقفتنا عن الدوران، فما صار جواب الشرط هون فولس، ما وصلت للقيمة الأخيرة بهذا الدوران، فعشان هيك عندي البريك طلعتني من الدوران، طلعتني منه كامل حتى الإلس تبعته ما طلعت عليها. طيب بدي أسأل هل الآي بتساوي خمسة؟ خلينا نجربها مع بعض. شو أعطاني؟ عندي الخمسة طلع من الدوران صح؟ عندي الخمسة طلع من الدوران، ما طبع الجملة، ما طلع على الإلس تبعتها، حتى عندي الخمسة اللي هي آخر قيمة المفروض هو للستة، بس هو أخذها للخمسة بس خلص. البريك طلعتني، لا تطلع بقية الجمل ولا على الإلس حتى تبعتها.
ماشي، إذا بدي أنتبه لما يكون بريك ما راح يجي على الإلس تبعت الفور أو تبعت الواي يعني تبعت الدوران. خلاص اتفقنا؟ لأنه ما كمل لآخر الآي بتساوي خمسة، لسه ما أخذها البريك يعني صارت الآي خمسة بس البريك طلعتني، فخلاص ما كمل الفور كلها، طلع من الفور كامل حتى الإلس تبعتهم. خلاص اتفقنا؟ مين عنده أي استفسار؟ احنا حكينا المحاضرات راح تكون 2-1 صح؟ فعندي هيك اخذنا احنا يوم الاربعاء وهاي يوم الاثنين، اذا الاربعاء الجاية اللي هي المحاضرة الجاية المفروض تكون اوفلاين صح؟ مفروض تكون اوفلاين. راح احط لك وظيفة عشان تتدرب على الدورانات. انا بس بدي ارجع للبريك والكونتينيو، بدي اعطيكم عليهم كمان كم من مثال مع الوايل ستيتمنت، بدي افرجيكم كمان مثال على البريك والكونتينيو. اذا خلينا المحاضره الجايه تكون عباره عن وظيفه راح تنزل عندك على الاي ليرنينج، تجرب تحلها على الدوران. ماشي دكتوره شو بالنسبه للوظيفه اللي قبل اللي ما قدرش يسلمها؟ هاي صراحه بسامح بوظيفه، فانت حاول تتابع للي جاي. طيب يلا ماشي، يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتورة. هلا تفضل. أنا الوظيفة الماضية بعثت لك فيها إيميل بس ما بعرف وصلت لك ولا كيف، يعني طلبت إيميلك بعثت لي على... قمر الوظائف بتوصلني على الإيميلات صحيح. صعب إني أتابعها كثير، وصلني على الإيميل. أنا بدرس عندي 6 شعب، بتخيل وظائف ل6 شعب توصلني على الإيميل، أنا ما بقدر أتابعهم. عشان هيك بدي على الايميل احيانا الوظيفه يعني بحكي له او ببردش عليه انه انا ما بقدر اتابع الوظائف على الاي ليرنينج على سوري على الايميل. الوظيفه لها مكان محدد لتسليمها. هلا مضبوط بس انا مع وقتها تفضلي. وقت الوظيفه هو بس وقت المحاضره، يعني المفروض افتح لكم اياها من 8 إلى 9:30 صباحا، انا فتحت لكم اياها لاخر اليوم، فايش عمل اكثر من هيك؟ يعني الوظيفه مطلوب منا ان انكم تسلموها ضمن وقت المحاضره. أنا هو اللي صار انه هو اللي صار يوم السبت صار في تعطيل لكل يعني علق الماسنجر وعلق الفيسبوك وعلق النت كلياته بشكل عام، صار في تعطيل يعني بكل الاردن مش بس عندي، عرفتي؟ فانا يعني يوم الوظيفه لما كانت عندنا الوظيفه، احنا اتوقع وظيفتنا كانت السبت محاضرتنا 2 بالضبط الدكتورة، أو 2 وكانت 4 يعني مش متذكر، إنه كان في مسافة بين الوظيفة والمحاضرة، يعني كان في يوم فراغ ما فيه لا محاضرة ولا إنه منقدر نوصل نتواصل معك فيه. فأنا دغري بعت لك إيميل يعني بوقت الوظيفة كان عن جد في تعطيل لكل مكان. بتحكي عن الوظيفة اللي كانت يوم الاثنين بوقت محاضرتنا ولا بتحكي عن الوظيفة اللي أعطيتك إياها مرة من الأربعاء على الاثنين؟ لا الأوفلاين. طيب هاي كانت يوم الاثنين، هاي الوظيفة كانت يوم الاثنين أوكي، وكان الثلاثة ما عندنا محاضرة ليوم الأربعاء، فما كان بقدر يعني أنا بنفس الوقت إنه أو مثلا لتاني يوم أرجع أراجعك بالموضوع، فاضطريت أبعث لك إيميل. والإيميل أساسا ما كان إنه على الإيميل، بس أنا بحكي إنه صعب أتابع وظائف على الإيميل. مزبوط، أنا ما بعثت الوظيفة نفسها، أنا بعثت لك العذر يعني على الإيميل عشان إنه يعني ما عرفت إيش بدي أعمل بالضبط، لأنه عن جد كان كل إشي معطل يعني. فإنه هلأ بدي أسألك إنه حنتحاسب عليها ولا كيف، ولا حتروح العلامة أو هيك؟ معطل عند مين؟ عند الكل؟ ما أعتقدش، أنا ما كانش عندي إشي معطل يعني. كان معطل عندي دكتورة حتى. والله وأنا كمان دكتورة، تعطل عند الكل يعني حتى أهلي. تعطل بكل البلد يعني. عادي، أنا بسامح بوظيفة ما في مشكلة، بس تابعوا معاي باللي جاي مو مشكلة إن شاء الله كل خير، بس تابعوا معاي. شكرا. بس بالنسبة لعلامات الأسايمنتس متى بتطلع؟ ما يعني خلينا مش عارف بالضبط، نشوف في طلاب جرايات يصلحوا معنا ولا كيف، خلي الأمور يعني ما في مشكلة هلأ إن شاء الله. بس أنا بس أخلص الشابتر يعني، أنا تقريبا خلصته عرفتوا. هسا الأربعاء رح يكون عندنا حكينا وظيفة عشان تتدربوا، بدي أعطيك كويز، بدي أعطيكم كويز يعني ادرسوا على الشابتر كويس. ببداية الأسبوع الجاي رح أعطيكم كويز. متى ببداية الأسبوع الجاي؟ ما بدي أضيع محاضرة الاثنين، رح أعطيها محاضرة الاثنين بس المساء رح أعمل لك كويز. طيب كويز شابتر 2 دكتورة ولا 2؟ شابتر 2
ماشي بعدكم بعد الساعه 7. اه اكيد بعمله مسويه غالبا انا باخذ رقم الساعه 8 دائما. اوكي 100% ان شاء الله. اذا خلينا نتفق الاثنين مساء. انا بدي اعطي الصبح عادي محاضره، ما بقدر اضلني اعمل محاضرات اوفلاين، بدي اعطي محاضره واعمل الكويز مساء الساعه 8 باذنه تعالى يوم الاثنين القادم. يعطيكم العافيه. دكتوره داخل معي لشابتر 2 ولا بس شابتر 2؟ بس شابتر 2 صح. الشابترز بتعتمد على بعض. ما اختلف شيء اصلا. ما اختلف شيء، ما هي مادة برمجة بيعتمد على بعضه، بس انا راح اركز بالاسئلة على شابتر 2، على الاف، على الواين، على الفور، على الاشياء الموجودة بشابتر 2. طيب تمام دكتورة، العافية.